ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير مهك 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 اسمعيني مهك مهك آسف مهك مهك هدول تأخروا شو يلي أخرون لهلأ يا ترى؟ يساووا بالمطعم من عند الصبح وليش ما هيك كانت عم تبكي هيك؟ كنت عم أقول شو صاير لك كانتا؟ باين عليك مزعوجة؟ لا بس بظن إنه نحنا لازم نسكر المطعم اليوم. ليه؟ شو في؟ لازم نروح على البيت. وانت ليش بدك انا نسكر اه؟ شو القصة؟ لا ما في قصة بس لأنه شوريا ومهيك رح يعملوا المراسم ورح تيجي مهيك مع زوجها لعنا للمرة الأولى ولهيك لازم نروح على البيت. وشو لازم نساوي؟ قولي لنا. منروح؟ يلا. لا ما بدي اياك تعتذر بترجاك روح يلا روح مهيك اسمعيني بس
دائما وبكل مرة بحاول فيها سامحك. انت تعمل شي بتخليني اكرهك. لو سمحت انا ما عاد بدي اسمع منك اي شي. مهيك رجاء سامحيني. ايه كانتا، مهيك وشوريا كتير مناح. تفضلي احكي مع مهيك. بنتي مرت عمك على التليفون. مهيك بدي تجي انت وشوري على البيت المساء، لسه ما كفيتوا المراسم. مهيك شوفي. ليش ساكتة بنتي؟ ايه مرت عمي اكيد رح نجي. يلا احكي مع خالتي. ايه ماشي. ايه كانتا. استعجلوا لأنه مهك وشوريا رح يوصلوا بأي لحظة. كانت عم تخلي مهك تأسرع بزواجها، وكمان عم تستعجل بمراسم الزواج، ولازم تعطينا شوية وقت لنجهز حالنا. وهو طلعي فيه، أنا بورجيك. استنوا إشارتي لألكن. حاجة دق على هالطبل. انت فيك تبلش دق بس يصيروا مهك وشوريا هون، ورقص قد ما بدك. شو عم تحكي انت يا مانسي؟ هن اندفعوا لحتى ضل عم بعزف ورقص طول اليوم. انا بظن انه انتو لازم تشاركوني. يلا دقوا ايوه. ايه تاخدوا لهنيك مثل ما قلت لك، بس لا تتأخر. مرحبا، في حدا منكم شاف لي رباط بيجامتي؟ حدا شال لي رباط البيجامة؟ يا مهيت ما عم بسمعهم. انا متأكد انك اخذت رباط بيجامتي واستخدمت رباط لبوتك، مزبوط؟ لا هذا مو انا، لانه شوف لابس بوت بدون رباط. وهذا الرباط اللي ببوتك شو بتسميه؟ معقول استخدم رباطات بيجامتك لبوتي؟ ايه اذا هيك ايه احسن شيء البس قميص وبنطلون. وينك انت؟ ليش ما عم تفهم علي؟ جيب كل اللغات. يلا بنتي وينك انت؟ ما بعرف عمي. معقول انت ما بتعرفي وين حماتك؟ كانتا انا قلت لمرت عمي انه نحن رح نروح لعندهم مشان نكمل باقي المراسم، بس اذا انت مانك حابب تروح ما في مشكله، بتحجج بشي شغله. ميك أنا رح روح معك لهنيك، بس هذا الشي ما بيعني أبداً إنه أنا قدرت سامحك يا شوريا. نحن عم نعيش هلأ كذبة، وأنا عم كمل فيها بس مشان سعادة عيلتي. أنا بعرف أنتي شو عم تفكري. أنا رح غير لك تفكيرك كله. مهيك بالنسبة إلي حبنا لبعض هو أكبر حقيقة. ابني شوريا أنت لازم تروح تكفي المراسم، جهز حالك بسرعة. بابا كل شيء صار جاهز، انت شو عم تسوي هون؟ جيت لقلك. ابي عم تبكي؟ بالظاهر مشتاق لهم كثير. ما هيك انا ما قدرت انه امسك دموعي، لانه اليوم بيكون عيد ميلاد أخوك سوشيل وتذكرته، واليوم مهيك رح تكفي مراسم الزواج وبنفس يوم عيد ميلاده لسوشيل. يا ريت لو كانوا لساتهم عايشين لهلأ، كانوا رح يقدروا يفرحوا على مهيك أكتر بهاليوم. وهلأ مع أنهم ما نم معنا أبدا، بس أنا عم حس بوجودهم بالبيت هون. بس طبعا
نحن ما بنقدر نشوفهم أكيد. معك حق، كانت رح تكون مبسوطة أكثر لو كانوا أهلها معها بهذا اليوم، يعني رح تصير جزء من عيلة حلوة ومحظوظة كتير. لا تبكي. حبيبتي كل شي تمام، صرتي جاهزة؟ هنيك وجهز كل شي بنتي.